بالنسبة لي أنا ما نقدش نبني حياتي مع شي، نبدأ زعما مع شي واحد اللي ما عنده والو. فين درتي روتوش لتصاورك؟ انا بيرسونيلمون ما كيعجبنيش نيديتي تصاوري، ولكن الا كنت غادي ندير بروفيشنال شوت ولا شي حاجه ضروري من لي غوتوش. يقدروا يحيدوا ليا شي حبوبه الا كانت يمكنش دير مكياج، كنبقى شي حاجه باش نبان ناتوريل. صافي غير ما نحطش تصاوري عاديين، داك تنحط تصاوري عاديين ما كاينش نصور نطلع لكم لايف نيشان. كديري المكياج على قبل الدراري؟ بالنسبه لي ما كنتش قادوش باش نعجبو شي حد. دي فوا راه كننوض مع 4 الصباح كنماكي وكنعاود نمسحو داك المكياج كنمشيو نعسو. ما كنديروش على قبل الدراري، على قبل راسنا. زعما الدراري واحد البارت صغيره ولكن كيمشي بزاف. كوم اون، واش حنا في 2024 وبقيت كتسول هاد الاسئله؟ كتفضلي لا كارير على الزواج؟ انا بالنسبه لي خاصني كارير عاد الزواج، حيت الكارير شي حاجه ستابل، الزواج مالوغوزمون شي حاجه ماشي ستابل. يمكن الزواج يعاونك في الكارير ديالك، مي خاص الكارير هي الاولى عاد باش تشوف الزواج. تفضلي تزوجي براجل عنده الفلوس واخا ما بيناتكمش الحب؟ تقدر تمل من الفلوس وحياه الرفاهيه وداك الشيء وتبغي غير شي بيرسون اللي تقدر ترتاح معاه. دابا في هاد لاج هذا لا، باغ كونطخ الا بديت كنشرف شويه انا ولي داك الشيء كومبليكي ديال نبني مع شي واحد وعاد فهمتي. هي الفلوس مهمين مي ماشي هما كل شيء. واحد الوقيته غيطلع ليا في راسي. ما تقدريش تدخلي في علاقه مع شي واحد ما عندوش الفلوس؟ كاين اللي كيفضل يدخل في اون غلاسيون مع شي انسان لي ستابل فينانسيغمون، وكاين اللي ما عندوش مشكل. ما نقدش نبني حياتي مع شي، نبدا زعما مع شي واحد اللي ما عنده والو، خصني اوما شي واحد يكون في النيفو ديالي. كندوي على من بعد في الفيوتور ديالهم، الا مثلا كانت بيناتهم الزواج ولا شي حاجه راه ضروري خاص تكون عنده واحد صالح زوين، حيت هو خصو باش يعيش راسو عاد باش البارتنر ديالو ما يمكنش ما يقدش عليها. تبغي ديري عمليه تجميل؟ درت تكساس كيجيني وجهي داير. كنت قبل راسي كما انا كنشوف زعما بنادم اللي كيديرو كيولي غادي وكيتكفس. نقدر ندير بوتوكس ملي غيوليو عندي لي غيد، نقدر نبغي نبدل شي حاجه ما عنديش مشكل. عاجبني راسي كيف ما انا، من الاحسن نبقى انا هي انا. فايت ليك غرتي من صاحبتك؟ صعيب تغير، ما غتكونش صاحبتك الا انت كتغير منها، راه صعيب. شي حاجه اللي انترديت هذه في الصداقه. علاش الفريندشيب اصلا دارت باش البنات يسبورتيو بعضياتهم يشجعوا بعضياتهم. خاصك تعاود تكوشتني راسك الا كنتي كتغير من صاحبتك. تبغي راجلك يصرف عليك واخا تكوني خدام؟ اصلا كنخدموا بوغ اون ريزون، كنخدموا باش يكون عندنا واحد الغوفونو ديالنا بيرسونيل، من غير داكشي اللي كنصرفوا على الدار ولا على الاولاد ولا داكشي اللي مشترك بيناتنا. غتبغي شي حوايج ديريهم راسك، حيت السالير نبقى نبغيه يبقى لديالي، نخسر على راسي في ماي ميك اب، في حوايجي، في شي مشروع الا بغيت نبداه. ابخي هو كيبقى داك الكوتي ديال كلشي زعما اون جينيرال، شنو باش تاكلوا الاولاد، باش غادي تعيشوا، باش تكري، وباش هذا والغلا. ما يمكنش دونك ما يمكنش تعولي ديما على الراجل ديالك غير حيت مزوج بك يدير لك كلشي. خايفه ديري 30 عام وانت مازال ما مزوجاش؟ الزواج بحال الخدمه، بحال شحال من حاجه، ما عندوش سن معين بالنسبه ليا. حياتك كتوقف على بزاف ديال الحوايج وحده اخرين، على العائله، على فلوس مثلا، على ما الا ما تزوجتيش ما غاديش تموتي. كاين بزاف ديال الضغط على البنات من المجتمع، من لي بارون، من لونطوراج كولو ديال عندك يمشي عليك التران وداك الشيء. دونك للاسف انا بريفيرونس نفضل نتزوج قبل من 30 عام.